ما يبدأ يتكلم معك في موضوع مهم بخصوص المغنية اليمنية أروى، كانت عاملة المسابقة وربحت آيفون إكس، وبعد ما كلمتني ما عطتني ولا شيء وسويت لي بلوك في الانستغرام. روح اشتكي عليها، حط لها حط محامي. بس انتو شكلكم كذابين، لان انتو قاعد تشولي بالدايركت 6 7 اكونتات، كل واحد اسم مختلف، والكل يقول انا ربحت الايفون اكس. نفسي افهم شلون يعني سبعة ربحانين نفس الايفون اكس، انتم تحششون صاحين لما تنت. هذا اللي يعطيني انطباع ان انت نصاب، مو هي اللي نصابة. ايفون حق واحد 17 يقولون نفس الكلام، انا اللي ربحت. نعم، وين قاعدين؟ نفس الجملة. ما تبعت لي شيء، 7 اشخاص داشين علي يقولوا لي كلهم كاتبين انا اللي ربحت الايفون من اروى. شو الكلام؟ شو النصب والاحتيال؟ اكسل بحياة الله. لما تألفون شيء ألفون شيء، يكون واحد اللي يدش، مو 7 يقول نفس الشيء. يا حرامية، هلا هلا اكسل. لا، المشكلة يدعون على الناس كذب، بعدين يقولوا لك احنا نصب علينا. انت اللي نصاب. 7 7 داشين يقولون 7 كاونتات، كلنا احنا اللي ربحنا من مسابقة اروان. شنو ايش دعوة؟ والله يعني 7 يكتبون نفس الجملة. ايش تروني انتو؟ انت يمكن حملة نصابين قاعدين تألفون على راس المرة، او شخص مسوي 7 اكاونتات مختلفة عشان يسوي سمعة المرة. وايش تراني الكابتشر مالك ما يكون اساسا فيك؟ يبا اللي يروح يحط هاجر عليكم السلام، اللي يطالب حقه يكتب اسمه ويحط صورته، مو يحط 7 بروفايلات فيك وكلهم نفس الكلام. صاروا يتكلمون عنك. يلا.